بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم في القسم الخامس. بدأنا القسم الخامس، حتى الآن قطعنا شوط كبير جدا ولم يبقى إلا القليل. أتمنى أنك تكون فعلا استفدت جدا من هذا الكورس وعرفت بالضبط كيف تجلب أحسن عملاء إليك مهما كان عملك. إن شاء الله رب العالمين أكون يعني زي ما بيحكوها كفيت ووفيت في هذا الكورس. وطبعا لأي سؤال لأي شيء يسألني أكيد. هذا الجزء هو قسم بونص، أوكي؟ حبيت أقدمه لأنه أنا عارف إنه أغلب الناس يعني ما عندهم بزنس قائم فعلا حتى يجيبوا له زوار، مع إني أتمنى إنه الكل يعمل هيك بصراحة، حتى لو بزنس أونلاين اللي هم يكون في بزنس، ما تشتغل بتفكير اليوم بيومه. أوكي، أشتغل اليوم ربحت اليوم، لما أشتغل غدا مش حربح غدا. هذا التفكير خطأ. أنت مش فريلانسر، المفروض تكون تفكيرك أنت كبزنس، بزنس مان، عندك فعلا شغل تقدر تعتمد عليه، وليس شغل أو طريقة عمل أو أسلوب يخليك إذا ما اشتغلت، أو إذا كنت في إجازة، أو إذا كنت في ظرف معين انقطع المال عنك. هذه مشكلة، تمام؟ علشان هيك انا ما حبيت احكي عن الافلييت برودكتس كثير، وخليت لها قسم بونص لوحده علشان ما بدي اياك تعتمد عليه كليا، لانه فعلا الافلييت برودكتس حلوه جدا وانا بستخدمها كثير، لكن ليست مصدر الرئيسي بصراحه. يعني مش مصدر الرئيسي فعلا ان انا اعمل بروموت لافلييت برودكتس عبر اعلانات من الفيسبوك او غيره مباشر ابدا، بس انا بعمله كل فتره وفتره بالتاكيد لانه مربح. اوكي، فاول سؤال بسألك اياه، ليش اسوق منتجات غيري وما اسوق منتجاتي؟ هنا الفكرة، انت اذا بتعرف كيف تجلب اشخاص من عن طريق الفيسبوك، اوكي، باستهداف عالي جدا مثل ما تعلمنا، طب ليش ما تعمل منتجك الخاص؟ اتمنى يعني اكيد في منكم اشخاص اشتروا منتجي الرخيص جدا، منتج 9 دولار، منتج الفيسبوك فلاش سيل، اكيد فهمتوا الفكرة بشكل مفصل اكتر، انه كيف تملك منتج، تعمل منتج وتبيعه، تمام؟ ليش تقبل بعمولة بينما تستطيع انك تكون انت صاحب المنتج، تمام؟ فهاي الفكرة. حتى لو انت قلت لنفسك انا لغتي عربية، اعمل منتج عربي مش مشكلة، المنتج عربي جيد مش سيء، ويا سيدي خليه أسلوب يعني زيادة عن أسلوبك الرئيسي إذا أنت مش مبسوط من كلامي. لكن دايما خلي تفكيرك، كل هدفي أنا بالتفكير المستقبلي إنه لازم يكون عندك بزنس، تمام؟ لازم يكون عندك بزنس. أنت بتعرف كيف تجيب ترافيك، أنت بتعرف أصعب إشي في موضوع البيع أونلاين بشكل كامل، أوكي، ليش ما تعمله لحالك؟ هنا كل الفكرة، تمام؟ طيب ايش اساليب الافلييت ماركتينج في الفيسبوك؟ هتكلم الان عن اكثر من اسلوب انا استخدمتهم شخصيا كلهم، وفعلا مدهشين وكلهم بيجيبوا نتيجة، لكن هذا لا يعني انه كلهم مناسبين لإلك. لازم تختار اللي بيناسبك، لازم تختار اللي انت حاس انه لا، انا امكانياتي في هذا الاسلوب، ساعمل على هذا الاسلوب في الافلييت ماركتينج انا بتكلم، تمام؟ الأسلوب الأول، إرسال ترافيك مباشرة من إعلان في الفيسبوك إلى صفحة عرض الأفلييت. يعني لو في عرض معين موجود في شركات سي بي اي كمثال، موجود في كليك بانك، موجود في جي في زو، في نانا كاست، في 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 أي شركة أفلييت مهما كان، وأنت تريد إنه تربح من هذا الإعلان أو من هذا العرض، فأول أسلوب إنك ترسل ترافيك مباشرة من إعلان الفيسبوك إلى صفحة العرض مباشرة. الآن أكيد في ناس منكم على طول بيحكي لنفسه الفيسبوك يمنع، الفيسبوك مش يمنع، الفيسبوك بيحكي لك ما بدي سبام، تمام؟ الآن مثلا كليك بانك بالنسبة للفيسبوك كلها سبام في سبام، كليك بانك العديد والعديد، أنت بتحكي عن يعني مئات الألوف من الناس اللي بيعملوا إعلانات على كليك بانك مباشرة، وبالتالي الفيسبوك وضعت يعني علامة إكس على كليك بانك، فبدك تكون حذر لما تستخدم كليك بانك، ما تعمل ربط مباشرة أبدا. طب يعني إيش الحل؟ الحل بكل بساطة ريدايركشن.
مش ريدايركشن يعني تروح على روابط اختصار وتاخد الرابط وتحط اللينك الافيليت جواته، هذا مكشوف. لا، الاشي السليم والمناسب مع سياسات الفيسبوك هو انك تشتري دومين، خليك محترف هيك يعني، فكر بطريقة المحترفين مش الطريقة الرخيصة. ما تفكر على أساس بس من أجل المال، فكر الطريقة البروفيشنال اللي ممكن ما تسبب لك مشاكل. تمام، تشتري دومين من جودادي كمثال، بتروح على جودادي على حسابك في جودادي من غير استضافة، بس دومين، وبتعمل فورورد أو ريدايركشن للدومين إلى منتج الأفلييت. هاي أحسن حل بالدنيا وبيشتغل معك 100% لأنه مناسب مع سياسات الفيسبوك. شايفين؟ بس يكون عندك دومين حقيقي، مش تروح تشتري دومين مش عارف في دومينات تيجي ببلاش تي كي ولا مش عارف ايه، اشتري دومين حقيقي مش سبام، اسمه مناسب للعرض وهكذا. تمام، بعدين اعمل ريدايركشن بكل بساطة. هذا حل يعني لكثير من الأسئلة اللي وصلتني عن هذا الموضوع. تمام، إذن هي أول أسلوب، ترسل ترافيك مباشرة من إعلان في الفيسبوك إلى صفحة العرض. تمام، الآن حنتكلم أكثر ما تخافوا. أسلوب رقم 2، إرسال ترافيك من إعلان في الفيسبوك إلى لاندينج بيج، صفحة وسيطة ما بينك وبين عرض الأفلييت. هاي الصفحة مهمتها إن نعمل بري سيلينج للمنتج، سواء منتج مبيع أو منتج سي بي اي بالأكشن مش مشكلة، مش هتفرق كثير، بس الهدف إنه اللاندينج بيج هي لإقناع الشخص بإنه يكمل التحويل في الصفحة التالية، وهاي مهمة جدا، هاي مهمة جدا. صاحب العرض لما يعمل صفحة العرض، أوكي، خصوصا عروض السي بي اي، مش محترف تسويق، هو الشخص عنده فكرة، عنده منتج وبده ليد، او بده ناس يعمل انستول، او بده ناس يعمل يضع رقم تليفونه او يضع عنوان بيته، شخص مش محترف تسويق، فبيعمل الصفحة بطريقة عادية جدا. الان مهمتك انت كمسوق انه انت تبيع له التحويل، تبيع التحويل خاص فيه، فمعناته لازم يكون في صفحة لاندنج بيج علشان تعمل بري سيلينج، تقنع الناس، يفوتوا الناس، تقنعهم انه انت ايش البينيفيت اللي هتلاقيها لما تفوت على الصفحه اللي قادمه وتدخل ايميلك، اقنعه. تمام، فهي اسلوب ثاني مدهش جدا بصراحه، وانا بالنسبه لي الاسلوب الثاني احسن من الاول، لكن هذا لا يعني انه الاول مش حلو، لا، الاول كويس وحنحكي عليه الاول، لانه عارف انه اكثر يعني كثير من الناس منكم يعني بيحبوا الفكره الاولى لانها فعلا يعني أسرع وأرخص وأسهل إشي، مش أسهل، لا، أسرع وأرخص بصراحة. طيب، أسلوب الثالث، إرسال ترافيك من إعلان في فيسبوك إلى مقالة مدهشة جدا. هاي المقالة فيها ستيبس معين بالمحتوى بحيث تعطيه محتوى رائع جدا، محتوى يخلي الناس اللي بتقرأ يستحيل إنها ما تنبسط أو ما تكون عندها معلومات زيادة عن اللي كانت موجودة عندها. تمام، وتؤدي إلى التوصية للمنتج. يعني هدف وانت بتكتب المقالة أو بتعطيها للشخص اللي بكتبها ويعطيك إياها، لازم تقوم بتنظيمها بحيث الشخص هو بيقرأ يصل إلى مرحلة أوكي أنا بدي أعرف أكثر، أنا بدي أعرف أكثر، يعني أين أذهب حتى أعرف أكثر عن هذا الكلام، بتعطيه توصية المنتج. هاي أسلوب مدهش، أسلوب مدهش. طب يعني أنا لازم يكون عندي موقع؟ لا، ممكن تحط مقالة عادي في لاندنج بيج، صفحة واحدة وفيها المقالة عادي جدا، ما مش لازم موقع، لكن الموقع بيعطي ثقة أكبر طبعا. لما الشخص يدخل ويلاقي موقع ومقالات وبنرات وموقع كامل متكامل، ثقة أكبر بكثير ما يلاقي صفحة فيها كلام بس وبده يروح على صفحات تانية ما فيش، لأنه مش موقع في الصفحة واحدة. فطبعا لما يكون موقع بيكون أفضل بكثير. أسلوب الرابع، إرسال ترافيك من إعلان فيسبوك إلى إعجاب للصفحة، يعني في نفس داخل الفيسبوك مش هنطلعهم برا. هاي الطريقة مدهشة وحلوة جدا، لكن أولا بتحتاج وقت، بتحتاج صبر، بتحتاج يكون معك مبلغ استثماري، معلش أنت عارف أنك بتدفعه في البداية لكن حتى تسترده فيما بعد،
رابعا أصعب إشي أنا عارف بالنسبة لكم، تحتاج إلى موقع متكامل كامل يختص بالسوق نفسه. ولما أحكي موقع متكامل أنا بقصد موقع بعدد صفحات كبير، بمقالات، محدث دائما، محتوى كبير، محتوى حصري، بانرات، توصيات، منتجات، دروس، موقع كامل متكامل. ليش؟ لأنه إحنا حنبني صفحة الفيسبوك بإعلانات مباشرة، بعدين نبدأ نرسل هاي الترافيك تبع صفحة الفيسبوك إلى موقعنا برضو بإعلانات مباشرة، إعلانات بس مباشرة من داخل الصفحة تبعتنا الآن، تمام؟ الصفحة حتكبر والزوار حيكتروا عندنا، ومع الوقت يصبح يدخل عندك فعلا آلاف الألوف من الناس في الموقع من خلال الفيسبوك بس، وبتبدأ الأرباح تشوفها بشكل حقيقي وترجع كل خسارك اللي خسرتها وهكذا، تمام؟ هذا الأسلوب حلو جدا، مدهش، جربته مع آدسنس وكان رائع. غيرت الآدسنس وحطيت أفلييت، النتيجة عندي صارت دبل دبل، لكن التعب، طبعا التعب برضو صار دبل، أوكي؟ فحلو جدا إنه تربح من إعلانات الفيسبوك بس مع الموقع. وأحلى إشي في هذا الأسلوب إنه فعلا أنت صاحب بزنس، يعني هنا أنت صاحب بزنس بتربح من الأفلييت ماركتينج صح، بس عن طريق موقعك. هنا الفرق. الأسلوب الخامس، إرسال الترافيك من إعلان في الفيسبوك إلى سكويز بيج. سكويز بيج عبارة عن لاندنج بيج عادية، لكن هدفها الوحيد إنه تمسك الإيميلات. إحنا نمسك إيميلاتهم وندخلهم وين؟ بسيلز فونيل، مثل ما تكلمنا في القسم الثالث إذا متذكرين. أوكي، طبعا معلش سامحوني، أنا يعني بظهر الفكرة لكل أسلوب، لأنه مستحيل أشرح كل أسلوب لوحده، مستحيل. يعني كل واحد هي أساليب فعلا بيحتاج إلى كورس لحاله، يعني بيحتاج إلى شرح كامل لوحده، لأنه كل واحد من هاي الأساليب مختلف عن الآخر يعني. بس الفكرة بالنسبة لكم أعتقد إنها فعلا واضحة، تمام؟ فاهمين إيش يعني سكويز بيج، فاهمين إيش يعني مسك إيميلات، وعارفين إيش يعني ندخل فانل اللي تكلمنا عنه. الآن كيف نعمل سكويز بيج ومسك إيميلات موجود بهذا القسم في الليست بيلدينج إن شاء الله، وحتشوفوه. اللي بعديه، رسالة ترافيك لمقالة ممتازة جدا، مقالة مثل هاي المقالة حلوة بنفس المميزات تبعت هاي المقالة، لكن هاي المقالة مش بموقعك بل بموقع آخر. هذا أحدث أسلوب استخدمته مع الأفلييت ماركتينج وجلب معي نتيجة حلوة جدا، أوكي؟ الفكرة بكل بساطة إنه حنرسل ناس إلى موقع آخر في مقالة حلوة جدا، نرسل ناس إلى موقع آخر، نعم بعد برضه عيدها مرة أخرى، وإحنا حنربح منهم، تمام؟ حتكلم عنها ما تخافوا. طيب طبعا زي ما انتم شايفين هي مجرد أفكار، يعني إذا عندك فكرة أخرى ما تخاف إنك تجربها، جرب. أنا لما خطرت على بالي الفكرة القبل الأخيرة هاي، فكرة اللي أرسل ترافيك لمقالة أخرى مش إلي، هاي كانت مجرد فكرة، وفعلا لو بحثت عنها بكل الإنترنت مش حتجدها، ما فيش، لأن فعلا أنا فكرت فيها أنا لوحدي. ففكرة، ما تخاف تجرب، جرب أي فكرة تخطر ببالك، جرب شوف. يعني كثير من الأشخاص بعثوا لي إيميلات إنه عندنا فكرة نعمل كذا 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 كذا، الآن أنا لأني ما بدي إياهم يخسروا فبحكي لهم والله أنا جربتها وصار معي كذا وصار معي كذا، فأنت إذا حابب شوف. فبعطيهم نصيحتي وأنا جربتها بكون لما هم يحكوا لي إياها. بعض الأفكار لا، أول مرة أسمع عنها وما بعرف هل تنفع أو لا، لكن منطقيا ممكن تنفع، ليش لا؟ فبحكي له جرب واحكي لي عشان أعرف النتيجة، عشان يعني نفيد غيرنا. طبعا أغلبهم ما بردوش يرجعوا علي، الله أعلم إنه بتنجح ولا لا، الله أعلم، بس الأغلب إنه ما بيرد علي وما بيحكي لي. فما تخاف تجرب أفكار أخرى، فكر شوف، ببسيطة جدا، حط بادجت صغير، يعني التستنج اللي بتعمله لأي فكرة من هاي الأفكار مش 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 مش, مش كبير، أوكي؟ بالكتير $100، معلش قول لنفسك معلش $100 هاي كأني نسيتهم في المطعم، أو كأني انسرقوا مني مش مشكلة.
واعمل التستنج، جرب عليها شوف ممكن تكون فعلا فكرة تجيب لك ROI عالي جدا ونسبة عائدات حلوة وخلاص وانتهينا. طيب الآن أي أساليب تختاره، أي أسلوب تختاره أنت، أي أسلوب تختاره مهما كان، تمام؟ من المهم جدا بالنسبة إلي وبالنسبة إلك الآن بعد ما شفنا كل الكورس، بعد ما شفنا الأسلوب الصحيح في الاستهداف، الموضوع مش بس انترست وخلاص، الموضوع مش بس تدور على 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 كاستمر معين في الفيسبوك الأودينس انسايت وخلاص، لا الموضوع أكبر من ذلك، الموضوع استخدام الكاستم أودينس، استخدام البيكسل، معرفة الترافيك هل هو من الكولد او السوبر كولد او الهوت او الورم او الكاستمر، هل عارفين الامور هاي؟ فهاي الامور هي فعلا ما تجلب الاستهداف الاكبر. علشان هيك بدي اياك لما تمسك اسلوب من هاي الاساليب وتحاول تبدا فيها، تبدا من الاساس اللي تكلمنا عنه، الاساس اللي هو النوع الترافيك المناسب لهاي الأسلوب. وإحنا حكينا في 5 أنواع أو 5 درجات حرارة للترافيك تبعنا، سوبر كولد وكولد وورم هوت كاستمر، لكن بالنسبة للأفليت ماركتينج يكفي إنك تحط 3، يكفي جدا إنك تحط كولد وورم هوت. الآن الفكرة كالتالي، بدنا نعمل إعلان فيسبوك، الآن الإعلان حنعمل كم إعلان وكل إعلان حنعمله أي واحد من هدول؟ طيب والمستهدف الزائر بعدما كان هنا هل وصلنا إلى هنا؟ إذا لا مشكلة، إذا لا مشكلة كبيرة. وبعد ما وصل إلى الورم هل وصل إلى الهوت؟ إذا لا أيضا مشكلة، لازم الشخص إذا بدأ من هنا يصل إلى هنا، لازم عشان نربح منه، إذا بدأ من هنا لازم يوصله لهنا، إذا بدأ من الهوت واو روعة، أنت بتكون استهدفت بشكل مدهش إذا بدأ من الهوت، تمام؟ طيب لنأخذ بعض المثال، لو قلنا بدنا نستخدم إرسال ترافيك من إعلان إلى مقالة مدهشة تؤدي إلى توصيل منتج، الآن فكر فيها لوحدك كده، فكر فيها، أتمنى أنك تعمل بوز وتفكر فيها قبل ما تشوف انا شو بدي احكي. احكي لنفسك ايش الفكره، انا ايش الحمله الاعلانيه تبعتي حتكون شكلها كيف، فكر فيها، اعمل بوز وفكر فيها، حعطيك 5 ثواني ماشي؟ تمام، خلينا نفكر فيها جديا. الان نرسل ترافيك من اعلان فيسبوك الى مقاله موجوده خارج الفيسبوك، سواء في موقعي أو سواء لاندينج بيج، وهي المقالة فيها معلومات مدهشة تكلمنا عنها الموضوع، وآخر إيش هالمقالة تؤدي، توصي يعني بالمحتوى تبعها تؤدي إلى توصية لمنتج معين أفليت. هذا أسلوب بصراحة مدهش يعني حلو جدا. طيب الآن ممكن نعمل التالي، ممكن لأنه ما في حدا بيعرفني مثلا هذا مثال، أو ما في حدا بيعرف المنتج جديد، اذا لابد من انه نحط الاعلان للكولد، صح؟ لانه ما حدا بيعرفني، لانه انا ما عندي موقع اصلا، هاي عباره عن صفحه، زائد ما حدا بيعرف المنتج جديد، فمين الورم والهوت اللي حاخدهم؟ ما فيش حد، فلازم يكونوا كولد، صح؟ منطق جدا. اذا اعلان للكولد، الاعلان بيتكلم عن المقاله، ما بتجيب سيره المنتج ابدا، مقالة حلوة بتتكلم عن كذا، تتكلم عن كذا، طبعا ما تحكي بهالأسلوب، لازم تكتب بكوبي سيلز حلوة جدا، وهذا الموضوع تكلمنا عنه في القسم الثاني على ما أعتقد، اللي هو الفيسبوك بيسك، فيسبوك آدز بيسك، تمام؟ فتكتب كوبي حلوة، كوبي تكون يعني تجعل الناس يعملوا كليك، تمام؟ لو إنه مقالة أكتب مقالة، لو إنها تتكلم عن موضوع معين اكتب انك تتكلم عن هذا الموضوع، بس ما تكتب بما يناسبك انت، بما يناسب الشخص اللي بتفرج، احكي معه، اكتب عنه مش عنك، ولا عن مقالتك ولا عن منتجك، اكتب عنه. اوكي، لو مقالة بتتكلم عن اعلانات الفيسبوك،
ما تكتب والله هذه مقالة تتكلم عن إعلانات الفيسبوك، اضغط هنا لو سمحت، مش حينفع، ما حدش هيعمل كليك. لازم تكتب له عندك مشاكل في الترافيك، بتعرف كيف أو بتعرف إنه الزوار عبارة عن ثلاث درجات حرارة. ادخل هنا لتكتشف زوارك من أي من أي درجة حرارة حتى تربح منهم فيسبوك كمثال. فأنا أعطيته معلومة جديدة، أنا أعطيته حكيت له إشي عن هو عن عملائه، يعني إشي ممكن يستفيد منه في شغله. فأعتقد هذا الموضوع يعني بده زي ما حكيت لك بده يعني قصة طويلة جدا عن الكوبي سيلز، وإن شاء الله أنا أتكلم عن الموضوع أكثر في مدونتي إن شاء الله رب العالمين. فضروري تبحث، ضروري تبحث، ما تعمل زي الناس انه تفوت على اعلانات الفيسبوك وتكتب اي شيء يخطر ببالك. لا، غلط. امسك ورقه وقلم وحاول تكتب مين مستهدفينك، ايش مشاكلهم، ايش الاشياء اللي بيحبوها، ايش الاشياء اللي بيكرهوها. لو 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 هو فعلا اخذ المنتج اللي انت بتسوق له، ايش حتجي فائده. اكتب هاي الامور كلها على ورقه عشان لما تكتب اعلانك بعدين الكوبي سيلز، كل الاسئله هاي هي اللي تطلع لك افكار بايش تكتب انت. واتمنى تعمل اعلان بالباور اديتور. ليش؟ علشان تكون في مساحه اكبر للكتابه، لان الباور اديتور بيعطيك 500 كلمه اعتقد، والاعلان العادي بيعطيك اتوقع 45 بس او 25، مش عارف بالضبط. اوكي، توصل للناس، الناس بيشوفوا انها معلومات مفيده، انت ما بتحكي لهم اشتري، ما بتحكي له ادفع، بتحكي له ادخل عشان تظبط حالك، ادخل عشان تحل مشاكلك. هيعمل كليك، هيفوت يقرأ، حينبسط. الآن لما فات قرأ، بما انه فات عنا على موقعنا على صفحتنا، اخذنا كاستم اودينس، اخذنا بيكسل منه، تمام، اصبح عنا موجود في الدبليو سي اي. اي اولا، الآن من الاعلانات اللي ارسلناها للكولد، في ناس انبسطوا من المنتج وعملوا كليك وراحوا اشتروه، جميل جدا. في ناس انبسطوا من المنتج، عملوا كليك فاتوا جوا ما اشتروا، اوكي، بس احنا مسكناهم في ال WCA. هذا هو المهم، تمام. الان الاعلان الثاني او النوع الثاني من الاعلانات هيكون للورم، الناس اللي دخلوا بس ما عملوا شراء. شو بنعمل؟ نبعث لهم المنتج، إعلان يحتوي المنتج مش المقالة. خلص الناس شافوا المقالة وعرفنا أنهم مهتمين في هذا النوع من المقالات، في هذا النوع من الأسواق، في هذا النوع من الأمور، المواضيع المتخصصة اللي تكلمنا عنها، تمام. ولازم يعني، ما بدي أحكي لك طبعا، هي أكيد معلومة أنت بتعرفها، لازم المقالة تكون 1000000% مناسبة للمنتج تبعك عشان نتأكد أن الزوار أصبح ورم. بعدين بنرسلهم اعلان ورم ري تارجت، طبعا الاعلان يختص بالكاستم اودينس تبعنا، في صوره المنتج فقط بكل بساطه. فالشخص اللي ما اقتنع اول مره هيشوف الاعلان ثاني مره وثالث مره ورابع مره وخامس مره، الى انت احد لما تقول له انت ستوب. وطالما الاعلان هنا شغال، اذا الاعلان هذا سيفضل شغال. طالما الاعلان هذا يشتغل، اذا الكاستم اودس بيكبر، اذا هذا الاعلان بيشتغل اكثر، وهكذا. شايفين هاي فكره؟ بدي اياك تمسك كل هاي الاساليب واحده واحده، تحاول تفكر وتكتب الورق مثل ما انا اتكلمت الان بالضبط. الخطه هاي خطه، شايف انا بتكلم معك، الخطه العمليه تبعتي كانت هكذا وهكذا وهكذا لو انا استخدمت هذا الاسلوب. طيب، هذا الاسلوب رساله ترافيك من اعلان الى لاندنج بيج، بعدين بنعمل برسلينج للمنتج. بديش اعملها، انت هتحكيها، اوكي. انت بديك تعمل بوز الان وتكتبها عندك على الورق لانها سهله جدا. ثلاث، رساله ترافيك مباشره من اعلان في الفيسبوك الى صفحه عرض الافلييت. طيب، هنا انا اكيد انت هتسال نفسك سؤال الان حنمشي عليه. الفكره هنا ايش؟ نرسل الترافيك مباشره من اعلان في الفيسبوك الى صفحه عرض الافلييت، يعني الفيسبوك الزائر حيطلع من الفيسبوك إلى موقع مش إلنا، موقع خارجي مش إلنا. طيب يا هاني، كيف بدنا نمسكه حتى يصير ورم؟
شايفين المشكلة؟ طيب أولا هذا الأسلوب أنا بنصحك نصيحة إذا ما بدك تخسر كثير يعني فلوس، إنه ما تستخدم هذا الأسلوب إلا للمنتجات اللي أصحابها مشهورين، زائد جديد، المنتج جديد، المنتج جديد، اللونج تبعه قريب، المنتج لسه لم ينزل. كل هاي أمور حلوة جدا إنك تستخدمه. الشخص يكون مشهور، عنده بلوج عليه متابعين حلوين، عنده صفحة فيسبوك تقدر أنت تستهدفهم. تخيل واحد مثل فرانك كيرن عنده صفحة فيها تقريبا 250,000 شخص. ففرانك كيرن عنده بده ينزل منتج بعد شهر. طب شوف أنت ما أحلاها إنه لما ينزل المنتج أنت تستهدف الناس اللي بصفحته في منتجه، يعني كأنك صاحب المنتج من الآخر. فروعة، فصراحة فعلا روعة جدا. أوكي، فالشخص مشهور زائد المنتج جديد، أوكي، يعني مالوش كتير بالسوق موجود، بعده جديد، إنه مش في كتير ناس ما بتعرفوش عنه. تلات، المنتج يكون لسه ما نزل، بعده المنتج بده ينزل بعد فترة، فأنت تجهز له وتظبط إعلاناتك وتستنى على يوم اللونش تبدأ تعمل إعلانات منتج جديد. فهذا النوع من الترافيك رقم 3 روعة لهاي الأمور. طيب لسه ما جاوبتني على سؤالي، يعني كيف بدنا نمسك الناس اللي يروحوا هون؟ هذا هو السؤال التالي. طبعا قبل ما نحكي عنه بديك عن جد تفوت على هاي وتحاول كل أسلوب من الأساليب تفكر فيها، ورقة وقلم، وترسم، أرسم الإعلان كمربع، وحط أسهم، واعمل خطط. هاي الأمور فعلا حتفيدك جدا. نرجع للسؤال الخطير، كيف أقوم بعمل WCA ويب سايت كاستم أودينس في صفحة عرض الأفلييت والمشكلة إنها مش إلي؟ في طريقتين أنا استخدمتهم الاثنين ورائعين جدا، وما زلت أستخدمهم طبعا في هذا الأسلوب. الطريقة الأولى، نستخدم تراكر، برنامج تراكينج بكل بساطة. برنامج تراكينج عبارة عن إيش؟ عبارة عن برنامج بتحط فيه لينك الأفلييت تبعك، تمام؟ هذا البرنامج بدل لينك الأفلييت بيعطيك لينك آخر. الآن أنت هذا اللينك الآخر حتحطه في الإعلان، أي شخص هيعمل كليك البرنامج التراكر حيتبعه في كل مكان، ويعطيك البرنامج إيش؟ المعلومات عنه، كم واحد عمل كليك، كم واحد فات المنتج، كم واحد اشترى المنتج، كم واحد دخل صفحة المنتج وصفحة الشراء وبعدين طلع. هذا كله البرنامج التراكينج هو اللي بيعمله، تمام؟ إذا التراكر هو برنامج يتتبع الناس، أوكي؟ هاي الفكرة. طيب كيف استخدام التراكر بيخلينا نعرف أو نمسك WCA؟ يعني احنا تكلمنا إنه الفيسبوك بدنا نمسك حدا بال WCA، نفوت نعمل ويب سايت كاستم أودينس، بناخد كود، هذا الكود بنحطه وين؟ بالصفحة تبعتنا اللي بدنا نمسك الكاستم أودينس. طيب الآن المشكلة في الأفلييت إنه الصفحة هاي مش إلنا، فكيف بدنا نحط فيها الكود؟ التراكر، أغلب التراكرز الموجودين، CBV Lab، كليك ماجيك، أنا هنا بستخدمه كليك ماجيك رخيص، أعتقد $12 في الشهر فقط، بيعطيك ل10,000 كليك، فممتاز جدا بصراحة. $12 بالشهر، طبعا لو اشتريته سنوي $12، لو كل شهر بشهره $17، تمام. طبعا بما انه انا جدي وعارف انه انا لا هستخدمه كتير بالافلييت، باي بروموشن، ميديا باي، كله بستخدمه التراكينج دائما، سواء كليك ماجيك او CBV Lab، او بستخدم حتى اد تراكس جولد في بعض الاحيان، هدول الثلاثة هم اللي بستخدمهم بصراحة. فالكليك ماجيك اشتريها سنوي $12، 12 144، بتوفر حالك تقريبا ما يعادل $60 او $65، ف يعني حلوين جدا، ليش لا. هذا البرنامج كليك ماجيك بيسمح لي لما اعمل لينك الافلييت عشان اعمل له تتبع بوضع ما يسمى بيكسل كود، شايفين بيكسل كود، فما علي الا بس اخذ الكود تبع الكاستم اود فيسبوك واضعه هنا فقط. لان اي شخص بيعمل كليك على الاعلان لوحده الكليك ماجيك بيعرف بالضبط انه والله في شخص دخل، وفي انا عندي بهذا اللينك
فيسبوك كاستم اودينس، اذا الفيسبوك حيعرف انه والله هذا الشخص كاستم اودينس لانه عمل كليك. بس هاي الفكره. فكاني وضعت صفحه مخفيه قبل صفحه العرض، مخفيه يعني عصول الواحد عمل كليك فات الصفحه باقل من جزء من الثانيه ثم ذهب لصفحه الافلييت. هاي الصفحه اللي دخلها هي صفحه التراكينج اللي هي مسكت فيها انا الكاستم اودينس. هاي الفكره بكل بساطه، تمام؟ فهاي اول فكره، هيك انت مسكت كاستم اودينس، فاي واحد عمل كليك على اعلانك اصبح موجود في الكاستم اودينس. طيب الطريقه الثانيه، نستخدم ادوات. في اداه حلوه جدا اسمها تارجت انجن، هي عباره عن اضافه ووردبريس. ايش يعني هاني اضافه ووردبريس؟ يعني بدك تشتري استضافه ودومين وتنزل ووردبريس وتضع الاضافه هناك، تمام؟ عشان تستخدمها. هاي الاضافه سعرها اعتقد 37 دولار لان عندي من زمان، بس اعتقد حاليا 37 دولار. على كل، اضغط على اللينك اسفل الفيديو، اسفل الفيديو بالضبط، اضغط على اللينك حتشوف الاداه وتشوف سعرها وتفهم اكثر عليها. الاداه اضافه الووردبريس، حتفوت الووردبريس تعمل اضافه رفع وترفع الاداه بعد ما تشتريها طبعا، وبالضبط تظهر لك كالتالي، هيك شكلها. هنا بتطع اسم الكامبين، اسمه يعني مثلا اسم الافلييت، منتج الافلييت تارجت انجن، لو المنتج هذا، لو منتج اخر فانيل كيتس، لو منتج اخر سترايف ثيمز، تمام؟ اسم المنتج عشان تعرفه انت فيما بعد لإلك، يعني هذا ما حدا هيشوفه الا انت، تمام؟ الكامبين يو ار ال، لينك الافلييت، تضع هنا لينك الافلييت. الريتارجت بيكسل فيسبوك، طبعا ممكن تحط جوجل اناليتكس بس احنا بنستخدم الفيسبوك هنا في هذا الكورس. ريتارجتينج بيكسل فيسبوك، بتحط هنا ايش؟ البيكسل تبع ال WCA، بس تخلص بتعمل ببلش. بس تعمل ببلش بطلع لك لينك، هذا اللينك هو لينك اللي هتعمل له اعلان. فاي شخص بيعمل كليك عليه على طول هذا الاضافه، هاي الاضافه بتضع هذا البيكسل في الصفحة الخفية اللي تكلمنا عنها، فهيك بيحسب عندك WCA. واضحة إن شاء الله، تمام؟ هيك السؤال صح مفهوم، لأنه في كتير من الناس سألوني عنه، إنه أنا كيف بدي أعرف الـ الناس اللي دخلوا إلى صفحة المنتج، كيف بدي أعرفهم؟ إحنا طبعاً بهذا الكورس عرفنا إنه في شيء اسمه WCA Custom Audience. طيب بس كيف نأخذهم من صفحة مش إلنا عن طريق الإضافة أو التراكر؟ أوكي، سؤال آخر، كيف أقوم بعمل تيستينج؟ كيف أعرف من أين جاءت المبيعة؟ أيضا هذا سؤال كثير من الأفلييت بيسألوه، كيف أعرف من وين جاءت المبيعة؟ أنا عملت عندي 4-5 إعلانات وفجأة في كليك بانك وجدت أنه هناك مبيعة، طب أنا كيف بدي أعرف مين أي واحد منهم جاب لي المبيعة؟ كيف بدي اعمل تيستينج؟ سؤال منطقي جدا، لانه انا المنتج تبع صاحب المنتج بقدرش احط فيه لينكات، ما بقدر احط فيه بيكسل، ما بقدر احط فيه، لا البيكسل تعلمنا نحطها، ما بقدر احط فيه كونفيرجن، كاستم كونفيرجن حتى اعرف كم ربحت في اعلان الفيسبوك. وبالتالي الحل، الان جميع الشركات سي بي اي، لو نتكلم اولا عن السي بي اي، تسمح لك بوضع شيء حتى تعرف عن المبيعة. طبعا هذا الشيء انا ما بدي اسميه لانه الاسماء بتخربط الناس. قبل فتره في شخص صديق لي فعلا كان عنده مشكله في التسميات، يعني ليش هاي الشركه بتسمي بوست باك وشركه ثانيه بتسمي سب اي دي، ليش شركه ثالثه بتسمي تراكينج وشركه رابعه بتسمي تراكينج اي دي، في ناس بسموه بيكسل، في ناس بسموه تي اي دي، في ناس بسموه كيز. كل شركه حره بالتسميات، انت بالنسبه لك الفكره واحده، احنا بدنا شيء يدل على المبيعه، شيء يدل على المصدر اللي أجا منه هذا الشخص. خلص انت هيك فهمها، انسى الكلام كله، انسى كل المصطلحات في السي بي اي. شركات السي بي اي ممكن تسمي لك البوست باك، تسميه هاني، هي حرة ما حدش إله عليها، ما حدش بيقدر يحكي لها ليش. اوكي، الفكرة انه كل شركة سي بي اي فيها شيء معين، هذا يوضع على كل، في لينك الافلييت، يوضع في لينك الافلييت، هذا الشيء من خلاله نعرف انه المبيعه جاءت من اعلان رقم كذا، من كلمه دلاليه اللي اسمها كذا،
لو عملنا اعلان بي بي في فحنعرف ان هاي الكلمه اجت من الكلمه الدلاليه اللي اسمها كذا وهكذا. تمام، شركات سي بي اي، واحنا ما بنحكيش هنا سي بي اي، يعني احنا كورسنا متخصص باعلانات الفيسبوك معلش، لكن اي حدا متخصص بالسي بي اي او بيعرف شويه سي بي اي، هاي الامور كلها سهله بالنسبه له، ما فيها مشكله ابدا. تمام، هاي الامور كلها بتحطها بشركه الافلييت والتراكر ومصدر الترافيك. كمثال مثلا في شركة نانا كاست، نانا كاست شركة افلييت عادي، فيها منتجات افلييت متسوقة وهكذا. الآن شركة نانا كاست مثلا فيها في داخل لينك الافلييت، لما تعمل بروموت للينك افلييت فيها صندوق اسمه بيكسل، فبكل بساطة ممكن تضع انت البيكسل تبع الفيسبوك هناك وانتهى. هيك انت في داخل تقرير الفيسبوك بيظهر لك كونفيرجن، انه حصل لك مبيعة. ليش؟ لانه الشركة نفسها سمحت بذلك، مش عشان انا شاطر ولا عشان الشركه سمحت بذلك. اوكي، بينما في كليك بانك ما فيش شيء اسمه بيكسل، وبالتالي بدنا نستخدم هناك شيء ثاني، شيء اسمه تي اي دي، تراكنج اي دي. تراكنج اي دي بيكون موجود في لينك الافلييت، لما تعمل بروموت لينك الافلييت بيحكي لك بدك تحط له تراكنج اي دي، اكتب التراكنج اي دي اللي بدك اياه، وبالتالي لما تيجي مبيعه هتعرف انت من التي اي دي انه من اي مكان وصلتك هذه المبيعه. اوكي، وكمثال بسيط عشان نفهم اكثر، لو عاملين ثلاث اعلانات والثلاث اعلانات بودوا لنفس العرض عشان نعمل تيستينج، ثلاث اعلانات بيرسلوا الى نفس العرض بالضبط، نفس الـ 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 المنتج تبع الافلييت في كليك بانك كمثال. الا ان هذا المنتج احنا في داخل الكليك بانك عملنا له ثلاثة تي اي دي. التي اي دي الاول اسمه فيسبوك اد ست 1 اد 1، وطبعا هذا اسم غلط، انت لازم تسميه باسم ثاني، لازم تسميه مثلا فيسبوك ادز اسم الاعلان، تمام، اد اسم الاعلان، اسم المجموعه عفوا اد ست، ثم اد اسم الاعلان عشان تعرفوا اكثر. تمام، العرض حطينا له 3 تي اي دي. الان بعد فتره، بعد شوي حيبين معنا والله انه في ناس عملوا كليك، ناس دخلوا على الكاستم اودينس، والله انا خسرت كذا، انا دفعت كذا، بعد 24 ساعه، بعد 48 ساعه، بعد 3 4 5 ايام، مش مشكله. بتفوت على كليك بانك، عندي الاناليتكس بالتقارير، عندي السيلز، في عندك تراكنج اي دي، يعني رتب لي السيلز على حسب التراكنج اي دي. شايفين هنا هاي عباره عن في داخل حسابي انا في كليك بانك، وجديد 15/11/14/11/2015. تمام، فلما تعمله باي تراكنج اي دي بيطلع لك كل تي اي دي كم جاب مبيعه وكم جاب كليك وكم نسبه التحويل. يعني دخل 100 اشترى 2، اذا نسبه التحويل 2%، شيء مدهش جدا. فبالتالي بعد ما تشوف هاي الاعلانات حتعرف بالضبط انه اعلان الاول صح، اعلان ثالث غلط، اشطبه تيستينج مثل ما حكينا. تمام، هيك خلصنا الدرس الاول، نكمل مع بعض.